سوق النبطية التجاري في جنوب لبنان أصبح أشبه بمنطقة منكوبة غدا غارة إسرائيلية استهدفته، محال استحالت أكواما من الركام تتصاعد من أنحائها أعمدة دخان، وسكان يعاينون الدمار ويبكون قلب مدينتهم النابض وذكرياتهم. شيء بحزن، شيء بحزن، في أرزاق عالم راحت. من بده يطلع فيني؟ نوابني بيسافروا وبروحوا على الأوتيلات، بيجي حدا بيتفقدنا بقول شبوها بسوق النبطية وبيتي، نحن ربيانين هون بسوق اللحم بسوق النبطية ومع الشوفرية ومع العالم كله، كل العالم نعرفها وكل العالم بنحبها وبتحبنا وبلدنا. ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة مساء السبت وسط السوق التجاري في مدينة النبطية، كبرى مدن الجنوب اللبناني ومركز نشاطه الاقتصادي، وأحدثت الغارة دماراً كبيراً في السوق الذي يشكل منذ عقود مقصداً لسكان المدينة وروادها من البلدات الواقعة في محيطها. ويكتظ السوق بمحال ومؤسسات متنوعة، بينها متاجر ثياب ومجوهرات وحلويات، وبدت واجهات المحال مدمرة ولم تنجو إلا بضع لافتات كانت مرفوعة عليها، بينها محل للمجوهرات. وتقع مدينة النبطية وهي مركز محافظة تحمل الاسم ذاته على بعد نحو 13 كيلومترا عن أقرب نقطة حدودية مع إسرائيل.